طيب نقدر نقول الحمد لله احنا ماشيين بخطوات متطوره جدا في الدوري، الحمد لله كمان مواصلين مسيره الانتصارات، وشفنا مع الانتصارات دي اداء ونتيجه، ده اللي احنا كنا دايما بنقوله يا رب ان احنا نلعب الماتش ويبقى فيه اكيد نتيجه كويسه، بس انا عايز اشوف الاهلي رجع مره تانية، فانا عايز انتصر وفي نفس الوقت ابقى عامل نتيجه كويسه بس اشوف لعب حلو، وده زي ما يتقال كده قد كان. على كل حال هنتكلم في كل التفاصيل دي، عندنا طبعا كلام كتير ملفات كتيره جدا، بس نرحب بالنجم كابتن احمد عبد الفتاح نجم الاهلي السابق. صباح الهنا، صباح النور، صباح النصر، صح كده؟ صباح الخير نوان، صباح الخير يا كريم، صباح ان شاء الله صباحك على جميع المشاهدين. والحلو بقى ان حضرتك معانا بعد فوز، دي في حد ذاتها حاجه كويسه جدا، الحمد لله. يعني احنا كنا يوم الاربعاء قلنا عايزين يجي يوم الاحد واحنا منتصرين، الحمد لله شفنا مباراه كمان جميله جدا اداء ونتيجه، دي النقطه المهمه اللي لازم نركز عليها بتهيألي. اولا طبعا الحمد لله، قبل النتيجه الاداء، الاداء اللي مطمن جماهير النادي الاهلي الفتره اللي فاتت، فعلا كان وحشنا اداء النادي الاهلي بالشكل ده، كان وحشنا المكسب بالشكل ده، مش مكسب وخلاص انت فرحانك كسبت، لا مكسب ونتيجه واداء بالظبط بتطمن جماهير النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي على الجهاز الفني الجديد، على اللعيبه الصفقات الجديده، على حاجات كتيره جدا ظهرت الفتره اللي فاتت، فالحمد لله. تعالى نبتدي يعني بالخواتيم، الخواتيم لغايه هذه اللحظه كان طبعا ماتش الداخليه، والحقيقه من ضمن يعني او في جمله الكلام عن الاداء، في ناس كتير وقفت عند تفصيله ان احنا ما حسيناش قوي بغياب الاسماء المهمه الثقيله اللي كانت مش موجوده في هذا اللقاء، اليو ديانج، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، السوليه، ده ما كانش نسيت كمان اسم او اثنين، فالى اي درجه نجح كولر في انه فعلا يعوض غياب اسماء ثقيله ونشوف اداء مرضي للجماهير في كل مكان؟ بص كلام، انا كنت معاك هنا من اسبوعين بالظبط، كنت بتكلم على النادي الاهلي والسكواد بتاع النادي الاهلي. عندك في كل مركز اثنين لعيبه، اي مدير فني بيجي يحط السكواد اول الموسم بيحط رقم واحد ورقم اثنين في كل مركز. تمام. عندنا الحمد لله في النادي الاهلي الواحد او اثنين تحس ان ما فيهاش ترتيب، واحد زي اثنين واثنين زي واحد، يعني صحيح عمرو السوليه، حمدي فتحي، ديانج، اي اثنين فيهم بيلعبوا ما عندكش مشكله خالص. تمام. اتكلم على ناحيه اليمين، اكرم توفيق او محمد هاني ما عندكش مشكله. مظبوط. عندك الفراوده شادي، محمد شريف ما عندكش مشكله، عندك مركز 10 اذا كان قفشه او سافيو ما عندكش مشكله، عندك طاهر محمد طاهر، عندك كريم فؤاد اللي هو دلوقتي مفاجاه كبيره بالنسبه لنا في المكان ده، من المكاسب الكتيره في الدوري، ما عندكش مشكله في اي مكان في النادي الاهلي دلوقتي، فعندك مكاسب كتيره جدا الموسم ده مع مستر كرة، عامل حاجه كويسه قوي انك انت عندك في اكتر لعيبه اكتر من مركز ما عندكش مشكله فيهم خالص، وده حصل في دلوقتي بدا يعمل روتيشن، لو عدد المباريات قريبه جدا، لو بتلعب مثلا جمعه وعندك اثنين او ثلاث عندك المشكله دي هتتحل، بتعمل روتيشن، مفيش مشكله في الغيابات، ما عندكش مشكله في ان لعيب يغيب، عندك البديل بتاعه، او انا ما بقولش البديل لان البديل زي الاساسي في النادي الاهلي. هو يمكن الموسم اللي فات ما كانش البديل زي الاساسي، لكن الموسم ده فعلا احنا شفنا اختلاف حتى مع اللعيبه نفسها، اللي كنا بنقول الموسم اللي فات هو ايه اللي حصل، لا لقيتهم رجعوا تاني ورجعوا الحمد لله افضل من الاول، ده راجع لاسباب كتيره طبعا على راسها فكره هنا رغبه اللاعب ان هو يعود مره تانيه لتالقه، يعني رغبته الشخصيه بلس طبعا مستر كولر والاداء اكيد اللي هو بيحسب ليه برده، يعني خلينا نقولها بمنتهى الصراحه. وتالت حاجه يمكن برده فتره التوقف او الراحه اللي اتخذت بتفرق بشكل كبير، واحنا عندنا فترة توقف برضو قادمة، ازاي ده ممكن يكون ايجابي الى حد ما برضو تأثيره على اللعيبة، زي المفروض نتم استغلال الفترة دي بشكل بقى لصالحنا؟ بص، اول قرار كان لمصلحة النادي الاهلي او لعيبة النادي الاهلي، القرار اللي خده مجلس الادارة السنة اللي فاتت بارتاحية اللعيبة اللي كانوا مجهدين، كانوا بقالهم موسمين او ثلاثة دايركت ما عندهمش راحة، دي مشكلة يعني مشكلة كبيرة جدا في اداء اللاعب، لا ما كانش قادر، احنا مشكلتنا ان احنا جينا وقت بنقيم اللعيبه دي لعيبه النادي الاهلي على الشكل ده، لا اللعيبه دي لما ارتاحت دلوقتي احنا مستغربين، هو لكن ده. هو ده ادائهم، صح ادائهم ده الطبيعي بعد ما خدوا راحه، ده الطبيعي. برضو لسه في حاجات كتيره، الراجل برضو اشتغل بقاله فتره، نعتبر مش فتره كبيره، بيشتغل معاهم بقاله خمس ست ماتشات، لسه حاجات كتيره هتخش في الفرقه، لسه في تكتيك هيخش كتير جديد، لسه في لعيبه هتخش، في لعيبه عايز تثبت نفسها، الـ 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 مش هقول الصراع، هقول المنافسه القويه جدا بين اللعيبه في كل مكان، دي بتخلق حاجه قويه جدا في الفرقه، لما فيكو عندك تنافس بين محمد هاني واكرم توفيق، عندك تنافس دلوقتي بين حسين الشحات
وطاهر محمد طاهر ناحيه اليمين قدام، نتكلم على بيرسي تاو كمان لسه جاي، شادي حسين ومحمد شريف، قفشه وسافيو. قفشه دلوقتي بقى ليه اداء مختلف تماما، ليه؟ لان جبت له لعيب في مكانه في منافسه قويه عايز يقول لا انا موجود انا كمان. طبعا المنافسه دي، المنافسه دي بتعمل حاجه كويسه جدا في الفرقه، هتيجي في الاخر في المجمل في صالح النادي الاهلي، لان في منظومه بتشتغل، في كل اللعيبه بتحب بعض، كل لعيب اي حد موجود كل دلوقتي بيفكر في المكسب، عندنا هدف كلنا بنبص له اللي هو الدوري العام اولا. أيوه. اللي احنا بعيد عنه بقالنا سنتين، دي البطوله المحببه بالنسبه لنا. بعد كده بطوله افريقيا برضو اللي هي بقت محببه بالنسبه لنا. فعندنا اهداف كتيره اكيد. الجهاز الفني واللعيبه حط الهدف ده قدامهم، عارفين ان جمهور النادي الاهلي مش هيستحمل اي حاجه السنه دي. بالمناسبه كابتن احمد، هو اشمعنى بطولة الدوري من قديم الأزل هي البطولة المحببة، يعني هي الأحب على الإطلاق عند جماهير النادي الأهلي، حتى لو النادي الأهلي فاز في نفس السنة اللي كان بيلعب فيها الدوري كل بطولات اللي لو خدت بطولة فيها. العالم اشمعنى؟ عشان التنافس بين التنافس التقليدي بينك وبين الزمالك، بس الجاب كبير قوي، الجاب برضو كبير جدا. هي بتبقى يعني احنا في حتة كرقم هي تانية، هي بتبقى صراع جماهيري. ممكن جماهير مشجع الزمالك مشجع النادي الاهلي، وانت عارف التحفيل اللي بيحصل على الفيسبوك، الحاجات اللي بتبقى بين الاهلاويه والزملكاويه طبعاً، الحاجات بتحصل على فكره في العالم كله، يعني نادي الاهلي المفروض تبقى بس بطريقه لطيفه، مش هنخسر بعض ونقفش على بعض لطيفة يعني والله. يعني مش كده يعني، زمان قبل السوشيال ميديا كانت الطف واهدى بكتير، كانت هاديه، بس السوشيال ميديا انت عارف الفيديوهات والحاجات كتيره بالظبط، حاجات صغيره يعني بالظبط. بس هو ده عشان كده بطوله الدوري العام بالنسبه لجمهور النادي الاهلي في حته تانية خالص. لو خدت حتى بطوله العالم، لو النادي الاهلي دخل كاس العالم وخد كاس العالم وخسر الدوري يزعلوا على النادي الاهلي، يزعل جمهور النادي الاهلي، دي حاجه غريبه برضه. برضه من ضمن التفاصيل اللي كانت لافته للنظر الحقيقه، رجوعا لكولر، النقطه اللي كان بيتكلم فيها نهاوان، فكره ان كولر حتى هذه اللحظه اللي بيصرح بيه بيعمله، اللي بيتكلم عنه بينفذه. يعني مثلا كان في الفتره الاخيره بيتكلم بعد ما كان في تعليقات سلبيه الى حد ما، او مش سلبيه، فيها شيء من الاندهاش، وايه يا اخوانا حكايه ان احنا بنكسب 1-0 بس، ويمكن الجول ده بيجي في اخر ثانيه في اللقاء. فهو صرح وقال ان هو الفتره اللي جايه هشتغل على زياده المعدل التهديفي، وقد كان. وقد كان بالظبط. بص، هو ما يعرفش ثقافه اللاعب المصري، هو بيبدا يعرفها، فمش عايز يصرح في حاجه لسه ما يعرفهاش، ولسه مش عارف الشغل بتاعه اللعيبه هتتطور معاه قد ايه. فكل ما بيحس بتطور بيبدا يطلع تصريح جديد. يعني هو يجي يشتغل في الاول، هو برده مش عارف اللعيب معاه هينفذ قد ايه من شغله، فما بيبدا اللعيب بينفذ الشغل بتاعه بيبدا ايه يصرح تصريح، لا احنا في لعيبه بتتطور، في شغل بيبقى احسن، وده زادت الاهداف في المباراه الداخليه، وبقى في شراسه هجوميه على اي فرقه بنلعبها، وبنوصل للجون كتير. الحاجات دي اكيد بيشتغل عليها هو كتير. هو بقى بيتكلم ان اللعيبه بتاعته او اللعيبه اللي بتشتغل معاه هتستجيب للشغل ده في مده قد ايه، فكل ما يحس باستجابه بيبدا بيقول تصريح جديد، وده اللي حصل بعد فوز مباراه الداخليه. حلو جدا. طيب بص، هنروح منتخب، نرجع اهلي، نروح يعني كاس عالم. انا عايزه اروح لفيتوريا، واحنا اتكلمنا في النقطه دي فعايزين نعدي عليها سريعا، بس يعني برضو هتكلم في تفاصيل مختلفه. طبعا كريم فؤاد وعدم انضمامه، ومش من نقطه كريم فؤاد تاني، احنا عايزينها من زاويه هو احنا ليه لما لاعب بيبقى متالق عندنا بنستبعده، ويمكن ده برضو لو هيبقى دافع للاعب ان هو يثبت نفسه على الارض اكتر، بس على الصعيد التاني بيؤثر بشكل مش حلو. شفنا ده قبل كده مع محمد شريف، وشفناه مع قفشه. يعني مش حابين ان السيناريو ده يكرر مره ثانيه، يعني خوفا من ان ده في الاول وفي الاخر مش هيبقى لمصلحه منتخب مصر. ده شق. الشق الثاني، احنا عندنا مباراه وديه مع بلجيكا، ودي هتكون اخر مباراه لبلجيكا، بعد كده هتنضم لكاس العالم، فهتبقى مباراه يمكن اختبار زي ما بيتقال، ده الاختبار الحقيقي لفيتوريا مع منتخب مصر. هل بتتفق اصلا ده الاختبار الحقيقي، ولا ده ممكن نقول المؤشر الاول؟ لا اكيد ده مؤشر اول، لما بلعب بلجيكا دي من المصنفين الاول في العالم. احنا ما كانش النتائج بتاعتنا حلوه خالص معاها يعني، بس بالظبط. لا بس هو يعني نتكلم في نقطه كريم فؤاد الاول دي. طيب. الشخصيه بتختلف، شخصيه كريم سنه صغير، عنده لسه دوافع كتيره جدا، في حاجات هتقابله موقف زي كده كتير جدا، ومستبعد مثلا من تشكيل الاساسي للنادي الاهلي، دي بتديله دوافع كتيره ان هو اولا ابقى رقم واحد في الفرقه، ثانيا رقم اثنين ان انا ابقى في المنتخب. احنا ما كناش بنتكلم على كريم الفترة اللي فاتت لان هو لسه ما كانش بيلعب في النادي الاهلي، ابتدينا نتكلم عليه وبنقول لا يستحق المنتخب بقد ايه، لعب مباراتين بس، فاحنا عايزينه
يكمل على هذا المستوى. اوكي. يشد حلو. هيتحط طبعا مش عايزينه بس احنا يعني مش هنفرح ان كريم فؤاد بيروح المنتخب ويبقى رقم ثلاثه في المنتخب، لا احنا عايزين يروح المنتخب يبقى رقم واحد في المنتخب يلعب اساسي. دي محتاجه شغل كتير جدا، محتاجه زي ما بنقول اللي هي الدوافع اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي، هو يحط لنفسه دوافع كتيره جدا، لان برده كريم على الورق هو مش اساسي لسه في النادي الاهلي، مش رقم واحد في مكانه، هو ايه بيلعب في المكان اللي بيحصل فيه مشكله بيبدا يخش بينزل كبديل وبيأدي. بس لازم عشان اثبت نفسي دي او ابقى رقم واحد في الفرقه نقول بعد 10 ماتشات بالكتير او 15 ماتش عشان اقول كريم فؤاد خلاص بقى رقم واحد في مكانه في النادي. هو خامه رائعه دلوقتي جدا. بس يمكن لسه الاكسبيرينس اللي بيزعلنا بقى ان انت 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 اخترت في المنتخب ناس مش موجوده. هو ده بقى ما بتلعبش. طب ده بالنسبه احنا اتكلمنا عن عدم ضم كريم فؤاد، طب بالنسبه بقى للاسماء اللي انضمت تقييمك برضو فيها ايه؟ انا برضو مش بشتغل بدماغ، كل واحد عنده دماغه، هو دماغه عنده فكره معينه. هو على فكره كان واخد كريم في التجمع اللي فات. ايوه اختار المعسكر. اختاره بالظبط كده. فهو المره دي ما اعرفش، هو ممكن يكون قيمه خلاص عارف كريم فؤاد فين في الحته دي، فبيدخل ناس تانية جديده ما نعرفش الراجل بيفكر ازاي. ممكن جدا على فكره. هل انت شايف ان لازم حد يهمس في اذنه ويقول له خلي بالك من كذا وكذا، ولا الصح ان انت بتسيب له فرصه كامله ان هو يكتشف بنفسه وبالتالي اللي يكتشفه يستخدمه؟ هو اكيد طبعا بيكتشف. تاني حاجه اكيد ناس بتقول له، وهو طبعا في ناس بتقول له، الاعلام بيوصل له الاعلام بيقول ايه، واكيد هو رد كمان على الكلام ده. يعني هو عارف ان الناس كلها بتتكلم انت ازاي ما خدتش كريم فؤاد وخدت اي اسم مثلا سين ما بيلعبش في فرقته الفتره دي. اكيد هو عارف كل حاجه وعنده ردود في دماغه، بس في مش كل مدير فني لازم يصرح بكل اللي في دماغه، لان انا لو رديت على كل واحد ضميت ده وما ضميتش ده مواضيع كتيره جدا بالنسبه لاي جهاز فني، الموضوع بيبقى صعب جدا. لكن فعلا كريم فؤاد يستحق الفتره دي من ساعه بدايه الموسم، كريم فؤاد اداؤه مميز جدا ويستحق يكون متواجد في ظل احنا بنتكلم في مختار 34 لاعب، يعني مش بتكلم في 20 لعيبه 21 لعيب اللي هيلعبوا مباراه، لا انت واخد عدد ولسه هتستبعد ناس كتير وانت قبل السفر. يعني انت برضو الاسامي اللي مختارها دي مش هي دي اللي هتسافر كلها تلعب المباراه دي، مباراه واحده. فبالنسبه له على الاقل 22 لعيب اللي هيسافروا، يعني في مثلا 10 مش هيسافروا. فكنت اتمنى ان كريم فؤاد برضو تديله الثقه ان هو ان انت تحسسه ان انت يا كريم لا انت في دماغي، لا انت الفتره الجايه المستقبل ليك. احنا برضو نتكلم كاس عالم بعد 4 سنين، في ناس موجودين في المنتخب الفتره دي مش هيبقوا في كاس العالم اللي جاي. طب في ناس سنها بيكبر طبعا. لازم بقى تشتغل، هو لازم مستر فوتير لازم يشتغل في اتجاهين، اتجاه ان انا اوصل لكاس عالم وبرضو محضر الناس اللي هتلعب كاس عالم خلال 4 سنين. في ناس وانت هتشتغل معاك في التصفيات مش هتلاقي معاك في كاس العالم. صحيح. سن بيكبر، في ناس ادائها بتقل، فدي لازم هو يشتغل على القصه دي الفتره الجايه ان شاء الله. طيب احنا هنروح للدوري بقى، معلش ان شاء الله نروح ونرجع ونرجع. مشكله اهم حاجه ورانا ايه. انا عايزه اتكلم شويه عن كلايتنبرج والمنظومه التحكيميه والتطوير اللي المفروض اصلا هذا الرجل جاي او مستقدم يعني لتطويره. سؤالي خاص بالانديه، لان احنا كنا بنعاني الفتره اللي فاتت، مش هقول من سوء تحكيم او مشاكل تحكيميه على قد ما كانت مشكله ثقه الانديه في الحكام. هل مع كلايتنبرج وفكره هنا المتابعه بتاعته والتطوير اللي هو والرولز اللي بيحطها ممكن شويه تدي ثقه في الاخر من ناحيه ان الثقه تبقى متواجده ما بين الحكام والانديه، ولا ستيل الموضوع ملوش علاقه خالص وبرده هتفضل المشكله قائمه بمنتهى الصراحه؟ هتفضل المشكله قائمه. ليه؟ ليه بقى؟ لعشان هي دي امكانيات حكام. عندنا حكام مبشرين وعندنا حكام في اخطاء، ده طبيعي. الحكم ده زي لاعب الكوره، يعني لما مهاجم بيغلط، المهاجم بيغلط بيضيع فرصه او مدافع بيغلط بيجي منه جون، الحكم برده كذلك بيحصل منه اخطاء. الاحساس بقى اللي جوانا، هل الاخطاء دي متعمده او الاخطاء دي ليها اسباب معينه، ولا الاخطاء دي لامكانياتك؟ هو ده، هي دي بقى الثقه. الاجابه فين بقى؟ الاجابه ان لازم يكون لنا ثقه كده كاي حد. المشكله الاجابه انهي مشكله فيهم هي الاجابه؟ الاجابه ان في اقاويل كتيره وحاجات مجاملات كتيره في ماتشات وفي حاجات كتيره بتخش طبعا في واحنا بنتفرج، تحس ان الكوره يعني مش محتاجه ان انت مش شايف الكوره. ما دلوقتي في فار. في فار بيشوف الكوره مره واثنين وثلاثه وعشره، وتيجي تاخد قرار عكس الفار. ما دي حاجه، دي الحاجات الغريبه اللي بتحصل.
دي حاجات غريبه بتحصل ان بعد ما تشوف الفار في تشكيك في الفار نفسه. في حاجات في بعض الاحيان بالظبط بيحصل كده. بص هي الكوره فيها كتير والتحكيم بالذات فيه كتير، وزي ما في لعيب عنده قرار معين الحكم برضه عنده قرار معين، فكر معين في العاب معينه. الفار كمستجد المفروض ان هو هدفه احقاق الحق، يدي لكل واحد حقه، والمفروض بوجود الفار تقل كتير جدا أخطاء. نسبه النزاعات والمشاحنات انا شايف ان هو تسبب بس في اخطاء، بس بيبقى في اخطاء. انت بص انت لما تيجي تتفرج على اي لعبه فيها فار، ساعات الفار بيقعد يعدل الحكم وانت بتقعد دقيقتين ثلاثه ويفضل يعيد وانت الحكم مش هياخد قرار. يعني الكوره احنا بنقعد نتفرج عليها بنتفرج عليها وهو يقعد مش عارف ياخد قرار، يقعد يتناقش معاه، يقعد يتناقش مع طب انت في برضو حاجات العاب تبقى صعبه جدا وفيها زي اللاعب بياخد قرار، الحكم برضو بياخد قرار، ساعات القرار ده ما بيعجبش المشاهد لان انت كمشاهد او عايز القرار يبقى لصالح الفريق بتاعك. ده طبيعي، ده طبيعي. وساعات بتبقى انت برضو من وجهه نظرك، ما كل واحد عنده وجهه نظر في العاب معينه، لا انا شايفها بالشكل اللي انا شايفه عادي، وهو يعني برضو بالنسبه له شايفها باللي هو شايفه. فدي برضو العين بتختلف. اتمنى ان يحصل الفتره الجايه ثقه شويه، ثقه بين الجمهور المصري على جميع الاطياف، كان اهلي زمالك اسماعيلي مصري. ده دلوقتي بيقول لك الحكم ده اهلاوي، الحكم ده زملكاوي، الحكم ده يعني صنفوا الحكام كمان، وده مش حلو ابدا. طول عمر في من زمان بيقولوا الحكم ده اهلاوي زمالك والمعلق ده اهلاوي ومعلق زمالك، بس كان على لما امسك الصفاره احنا فيها كابتن احمد اكيد يعني لما امسك الصفاره اهدى بكتير. ما لما امسك الصفاره بنسى الالوان. المفروض ده شغل احترافي بقى خلاص. انا حكم محترف، انا لاعب محترف. لا ده الصح. مش احترافي بس، لا دي حاجه بيني وبين ربنا كمان بلس طبعا. اذا حكمت يبقى الناس حكموا بالعدل. ما هي حاجه بينه والحكم وبين ربنا، يعني مفيش حكم مؤمن يعني شرفنا في المحافل الدوليه طول السنين اللي فاتت وشارك طبعا وشارك بالتحكيم مثلا في كاس عالم. يعني احنا ليه بعيد الحكام بتوعنا عن المشاركات في فعاليات بطولات دوليه؟ اشمعنى؟ ما دي نتكلم برضو على امكانيات ومهاره، مثلا التحكيم ده برضو يعني من لعبه، يعني من اساسات اللعبه، يعني مهاره، يعني تفوق وتمرين وتدريب وحاجات كتيره جدا عشان اوصل للمكانه دي. احنا لسه ما عندناش النوع من ده. ممكن تلاقي واحد او اثنين، تلاقي مثلا حامل رايه كويس جدا وتلاقيه في كاس عالم، تلاقي حكم واحد بس في بطوله كاس عالم ناشئين، ممكن توصل لكاس عالم واحد بس. في دول ثانيه فيها اربعه أقول وخمسه. اقول لك على حاجه كابتن احمد، اقول لك على حاجه بصراحه برضو ليس دفاعا، ولكن انا بحس ان احنا بنعلق المشانق لبعض شويه، مش بس على مستوى التحكيم، مش ان جنرال الكوره بس، ان جنرال. انا بقول لحضرتك يعني احنا ما بنديش لبعض مساحه ان احنا نغلط. على فكره اي حد في اي مجال ممكن نغلط، نقلل من بعض، نقلل من شاننا، ده كله بيعكس بعد كده ان احنا نقعد نقول اصل احنا ما نقدرش نروح نحكم في محافل دوليه، احنا بعيد قوي، احنا اقل. لا انت مش قليل، انت زيك زي اي مخلوق في اي دوله في العالم في اي مجال. بس احنا مش صح نقعد، مش كلنا طبعا بس البعض مننا، نقعد نحطم بعض. يعني فكره برضو ان انا لا اعطي الثقه والاحترام للحكم، برضو تاني ليس دفاعا، بتكلم ان جنرال، امر سخيف. يعني انا لازم الحكم هو اللي يفرض ببناء، غض النظر عن الحته الدينيه اللي بينه وبين ربنا، بس انا هفرض شغلي، واللي مش عاجبه ما يعجبوش. صح. يعني في الاخر انا بشتغل وفقا لكتاب معين او قوانين معينه، فدي شويه محتاجه ان هي تتغير برضو احنا كجماهير تجاه الحكام. اولا بالظبط الجماهير، بس هي من طول من ساعه ما لعبنا كوره في صراع، هقولها صراع، بين اللاعب والحكم والجمهور والحكم. بس ده في العالم كله يعني. في العالم كله. لا انا بشوفها دلوقتي في العالم كله قرارات الحكم غريبه جدا، وتشوفي رد فعل اللعيب او الفرقه، هتلاقي في طبعا بيحصل نسبه، كان لسه في الدوري الانجليزي كان حادثه كده 5% نسبه بسيطه جدا، غير عندنا في مصر كده. احنا عندنا كل القرارات اللعيبه. يعني مثلا هتكلم في نقطه، مثلا يكون الحكم مستني الفار في حاجه معينه وفي لينك بينه وبين طبعًا. الفار، تلاقي لعيبه واقف جنبه عم يقعد يا جماعه اسمع المواضيع دي بتتكرر كتير جدا. ما هو لازم كان يبقى في حزم، لازم اللاعب اللي عمل كده يعاقب في ثانيتها. ما دي مش موجوده في لائحه القوانين، ان انا وانا بتكلم الفار ما حدش يتكلم. هو دي حاجه المفروض ثقافه، ولا موجوده فكره ان اللعيب يبرق في الحكم، ثقافه. بس في حاجات معينه، وده حصلت كتير الفترات اللي فاتت، ومش هتكلم على فريق بعينه، بقول لك عموما شفنا اللقطه دي في اكتر من لقاء، ان اللعيب مش عاجبه قرار ما للحكم فبيبرق له، وتلاقي ورياكشنات وش جديره بانه ياخد بمجامله على المصار، حتى لو ده مش موجود في القوانين. بص في رد فعل
الحكام بره بيسيبوه. تلاقي مثلا ايه هنا، هنا العكس يعني، انا مثلا هنا ابص للحكم واقرب منه اسيبه، لكن اعمل رد فعل مثلا اخبط الكوره اخبط، دي حاجات أو دي حاجات أو كذا. دي حاجات الحكام بره بيسيبوها عادي جدا. ما انت انت بشر، انت بشر ساعات بتبقى عصبي شويه في اللعب، فبترد فعلك بيبقى غير طبيعي عادي، بس ما تطورش على الحكم، بيبقى بعيد بعيد عن الحكم، واخد اي رد فعل بعيد. الحكم بيحترم دي جدا، وبيحصل حاجات كتير جدا تستغرب بره، لكن هو الحكم ما ياخدش اي قرار. لكن هنا بقى ممكن حاجات زي دي ياخد فيها قرار، تلاقي مثلا واحد بيزعق بيشوح كده بياخد انذار، في حكام بقى تاني قرب له ها ما ادلوش انذار. لا لازم هي برضه تتحط لها رول بقى نفهمها يعني، محاضرات بين الحكام لازم يتكلموا مع بعض. لا يا جماعه لعيب الكوره ده بشر عنده رد فعل، ادام رده فعل مسموح بسيبه. متفائل بكلاتنبرج وبخطته اللي هو حطها لتظبيط المنظومه التحكيميه؟ مش هقول اتفائل، اقول اتمنى، اتمنى ان هي الفتره الجايه في تطور، تطور في التحكيم، تطور في المنظومه كامله. احنا في تطور دلوقتي في حاجات كتيره جدا، دلوقتي بتتفرج على صوره كويسه، شكل كويس للمباراه، ملاعب كويسه، الحاجات دي كلها مختلفه عن جيلنا احنا او بنلعب. ما احنا لازم ندي كريدت برضو للكلام ده يا استاذ كابتن احمد، لازم يعني كلام حضرتك ده على فكره مهم جدا، ان دلوقتي بقى في حاجات حلوه بتشوفها اكيد، لكن ان انا اقعد انتقد بس، ما هو كده برضو المسؤول عن المنظومه بتجيب له احباط يعني. لا 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 لا، ما احنا شاطرين طبعا في الانتقاد وكل حاجه، وبيبقى اوقات كتير حقنا، بس برضو لما يبقى في حاجه حلوه اتكلم عنها. ما هو ده اللي بتكلم عليه دلوقتي، بتتفرج على الكلام ده صوره مهم، ملاعب حلوه، شكل حلو، بتفرج على المشاهد وهو بيتفرج دلوقتي مستمتع. استوديوهات تحليليه برضو بتتكلم في الكوره، هي بتبقى مثلا زياده شويه، بس برضو بتخليك بتستمتع بتتفرج على اي مباراه غير الاول. الملاعب كانت وحشه جدا يعني، في الجيل بتاعنا احنا كنا بنروح ملاعب واستادات كبيره جدا، اسم استادات كبيره جدا، والملاعب وحشه جدا. دلوقتي ما شاء الله كل الملاعب اللي بتروح ده اصل ده بيزود من اداء اللاعب، تطور اللاعب حاجات كتيره حلوه. نتمنى احنا بنتكلم على التحكيم، يا رب ان شاء الله الفتره الجايه مع شغل المحاضرات الكتير، مع الكلام الكتير، مع الخبرات الكتيره، نتمنى ان شاء الله يكون الاخطاء تقل. مفيش اخطاء مش هتقل، الاخطاء بس موجوده، بس بتبقى بنسبه يعني معينه مقبوله دوليا يعني، الاخطاء موجوده بس تقل، نتمنى انها تقل. رايك بقى واحنا لسه بنتكلم عن الدوري، شايف هل في حصان اسود لافت نظرك؟ هل شايف ان المربع الذهبي هيضم اسماء مختلفه شويه عن المعتاد؟ بص كريم، انا بقالي دلوقتي 14 سنه او 13 سنه مدرب فريق اول دوري ممتاز، تمام، فعارف قبل الموسم ببقى عارف مين اللي هينافس الاربعه، ومين اللي هيبدا في النزول، ومين اللي هيبقى في النص. فاتكلم معاك من الحلقه دلوقتي وافتكر معايا مثلا ايه قبل نهايه الدوري اللي انا بقول لك عليه ده، دلوقتي هتلاقيه هو يعني مثلا هتلاقي الاهلي زمالك بيراميدز الثلاثه دول. مركز الرابع هتلاقي الصراع قوي جدا جدا بين حوالي اربع فرق، الاتحاد المصري، فيوتشر، البنك الاهلي، وسيراميكا. صراع قوي جدا جدا بين الخمسه دول عشان يقفلوا المربع ده، يخش المركز الرابع، يعني يخش المركز الرابع هيبقى صراع قوي جدا جدا. السنه اللي فاتت فيوتشر قدر بتدعيماته وفرقه اول سنه حاجه كويسه جدا وصل المركز الرابع. السنه دي بقى انا قلت لك على الخمس فرق دول، تعال بقى اتكلم على الهبوط. الفرق اللي صعدت اسوان، الداخليه، حرس الحدود، ايوه، عشان امكانياتهم الماديه طبعا بيشتغلوا على قد امكانياتهم وبيتعبوا جدا. يعني مثلا فرقه الحرس الحدود صديقي وده انتيمي بقى كابتن احمد ايوب ابن النادي الاهلي، وبنلعب مع بعض في النادي الاهلي واحنا عندنا 15 16 سنه مع بعض، بيشتغل وعامل جهد قوي جدا مع لعيبه، بس برضه نوعيه الكواليتي بتاع اللعيبه هيشتغل في حته معينه، هيفضل برضه عندك فريق زي اسوان عمل تقريبا فريق كامل جديد، ما كل الفرق بس بيشتغل في نوعيه معينه في اللعيب الفري، ما بيروحش يشتري لعيب مثلا ب 5 6 مليون جنيه، بيشتغل لعيب الفري اللي ماشي من النادي، بيشتغل في فئه معينه. فهتلاقي اسوان، الحرس، الداخليه هيعانوا جامد جدا جدا، معاهم مين؟ المقاولين برضه لو فكرت كده، المقاولين صارع السنه اللي فاتت والسنه دي كابتن شاوي طبعا عامل شغل قوي جدا، بس برضه هتلاقي مجموعه ناشئين طالعه. المقاولين العرب بتاريخه الطويل والعريض يبقى مهدد احنا بقى لنا ثلاث سنين. انا فاهم، انا بتكلم على كده يعني ليه؟ اللي الكوره دلوقتي فلوس، اعرف اجيب لعيب، الفلوس بتجيب كواليتي معين، بتجيب كواليتي هي اللي بتحطك في مكان ما في الدوري الممتاز. يعني سيراميكا شوف جاب الصفقات اللي جابها، ايبوكا بكام، احمد ياسر ريان بكام، ده ليه؟ عشان ايه؟ ابقى في المركز الرابع، مش عشان انافس على الدوري المصري. المصري مستر كاميرا ابو علي وعامل فرقه
صرف قد ايه عشان يبقى برضه مش بيفكر عشان ياخد الدوري، عشان المركز الرابع. بس اكيد عندهم طموح ان مش الموسم ده اللي بعده او أكيد اللي بعده، أكيد، بس لازم اكمل ده يعني مشروع ده لازم اكمل يعني. بعمل بدايه فرقه وابدا صح. ادعم سنه ورا سنه، بس بتحتاج وقت قد ايه؟ طبعا انا بتكلم ده اربع فرق، حرس، داخليه، اسوان، مقاولين، ده اربعه تخش معاهم المحله. المحله مع ان المحله اول الدوري دلوقتي، المحله لسه برضه هيعاني كتير جدا. فالخمس فرق دول ثلاثه منهم هينزلوا، ثلاثه منهم هينزلوا. افتكر معايا الكلام ده، وهنيجي نتكلم على اخر الموسم هتقولي كلامك مظبوط. لا عندنا الشك يعني كابتن. والصراع طبعا على المركز الاول بين النادي الاهلي والزمالك وبيراميدز وبيراميدز ده طبيعي. ما بيتغيرش اللانك ده، ما الامكانيات، اللعيبه هي اللي بتحط النادي في مكانه. صح صح، هي دي صح. طبعا غير كده الجماهيريه. يعني النادي الاهلي، نادي الزمالك، الجماهيريه بتحطهم في حته معينه. بيراميدز الصفقات هي اللي بتحطهم. هو امتى بيراميدز ممكن؟ اصل هقول لك على حاجه، بيراميدز صعب يبقى ليه جمهور. ليه؟ لان هو معظم لعيبته مينلي اهلي وبرده منهم زمالك وشويه، فما فيش حد هيسيب الفرق دي ويروح يشجع بيراميدز يعني. فرقه البطوله لعيبه كويسه ولازم جمهور. ليه؟ بيراميدز بالنسبه له اللعيبه بتلعب ما عندهاش ضغط جمهور، يكسب اوكي، يتغلب يخسر عادي اوكي جداً. عادي جدا. لكن لعيب النادي الاهلي، الزمالك، الاسماعيلي، المصري، الاتحاد، طبعا عارف انه لو اتغلب لا في جمهور، لو شافه في الشارع يعني. طب يعني اللاعب اللي بيلعب في فريق، انا مش بتكلم على بيراميدز، بتكلم من حيث المبدا، لما اكون انا بلعب وانا لاعب كبير وتقيل وليا ثقلي وليا تاريخي و وبلعب في نادي جمهور لس، ولا محدش بيشوفني، مش فاهم معايا. طب ودي حاجه يعني بتقلل من مستوى اللاعب اكيد. لا هي ينتج عنها تراخي يعني. اختياري انا، اختياري بقى، انا اللي بختار، انا بقى عقليتي واصله لايه. ما تاخدش كل واحد بتفكيرك انت. كل واحد عنده دماغ مريحاه، زي ما بيقولوا عنده دماغ مريحاه، وبيختار اختياراته ومستقبله على حسب دماغه هو. انت ممكن انت مستغرب هو ازاي ياخد القرار ده، لان هو مش دماغك. هو من دماغه بيحسبها حسابات تانية خالص، كل واحد بيحسبها بحساباته. أيوة. لكن بيراميدز هيفضل كده على طول. بيراميدز بيحاول ويوصل وتيجي في اوقات معينه ما بيكملش. عارف لو بقى عنده جمهور طبعا، عارف لو جمهوره لو اتغلب هيشتمه طبعا. لو جمهور لو مشي في الشارع هيزعق له، زي الجماهير اللي هي الاتحاد والاسماعيلي والمصري والنادي الاهلي. لعيب النادي الاهلي بيفكر 100 مره وهو اتغلب انه ينزل من الشارع، ينزل الشارع طبعا. يقابل الناس، عارف صحيح. رد فعل الناس ايه. صحيح. لكن انا بتغلب، ايه المشكله؟ ايه اللي هيحصل؟ ايه هروح تاني يوم التمرين وعادي جدا افكر في الماتش اللي بعده. الدنيا حلوه. بالظبط كده، زي الفل. طب هو فاضل تقريبا يعني دقيقتين حاجه زي كده على انتهاء الفقره كلها، ف ايه اللي حضرتك حابب انك تركز عليه دلوقتي كرسائل للنادي الاهلي للفتره اللي جايه؟ طبعا احنا عندنا فتره توقف، ودي ممكن تكون زي ما اتكلمنا لصالحنا الى حد ما، بس ايه الرسائل اللي ممكن حضرتك دلوقتي تقولها للفتره اللي جايه بقى والموسم اللي احنا بادينه بشكل حلو جدا الحمد لله؟ طبعا النادي الاهلي زي ما بنقول بنخلص بطوله، دي ضريبه لعيبه النادي الاهلي، بيخلص بطوله ويحتفل، بس عنده احتفال لمده يوم ويومين، وعندنا على طول بنقلب الصفحه ونخش عشان عندنا حاجات تانية كتير جايه. هو اللي جاي كتير قوي، واللي مطلوب من اللعيبه حاجات كتيره جدا عشان تعوض الفتره اللي انت زعلتنا فيها. لعيب الكوره والجمهور، الجمهور ده اخوك، والدك، والدتك. شوف انت لما والدتك او اخوك او اي حد من قرايبك زعلان منك، بتبقى عايز تعمل ايه عشان تصالحه؟ احنا بنطلب دلوقتي من اللعيبه تحس او حس باللي حصل الفتره اللي فاتت وتعوض. وانا كنت قلقان هنا من هنا لما قلت مش عايزين نخش مباراه الزمالك واحنا عايزين نعوض ومشكله وعايز تصالح الجمهور، كان في ضغط قوي جدا على اللعيبه الفتره اللي فاتت. طبعا لا ما كنتش هنا، كنت مع اسلام في البيت الكبير. قلت كده قبل الماتش بثلاث ايام، قلت اللعيبه لو نزلت وحاطه في دماغها انك انت عايز تعوض ومحط تحت ضغط عصبي جامد جدا انك انت خسران بطولتين وعايز تعوض، دي مشكله كبيره جدا. الحمد لله لعبتنا كانت هاديه جدا وادت المباراه بهدوء، والحمد لله وصلتنا ان احنا كسبنا مكسب واداء حلو جدا. انا بمناسبه كلام حضرتك فكرتني بحاجه، فكره هنا اطراد جماهير الاهلي او جماهير الاهلي، موضوع بالنسبه لهم بجد. احنا في كل بيت عندك اخ وعندك عيله بالظبط. كان انا قلت الكلام ده من سنه، عندنا واحده قريبتنا كانت بتعمل عمليه
وهي لسه بتفوق من البنج بتسالنا والله العظيم ده قدام هو كهربا عمل ايه يا جماعه مع الفريق؟ فعلا فكده بالظبط، فاللي هو انت في ايه ولا في ايه ده؟ فهي كده، هي الاهلي مش نادي بشجعه وخلاص او بحبه خلاص، هو الموضوع جزء من حياتنا في يعني. بالظبط، في بالنسبه للجمهور انا يعني انا بشوف حاجات بستغرب، بس زي ما بقول لك كل واحد عنده عشق طبعا. في ناس عندها عشق النادي الاهلي عايشه على النادي الاهلي، تصحى الصبح تجيب قناه الاهلي، تجيب اخبار النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي، وده جزء كبير من سحر بيعمل حياته، بيعمل حياته يعني يعني تفصيله مهمه جدا دايما مرتبطه بالنادي الاهلي. احنا بنشكر حضرتك على وجودك معانا النهارده، نورتنا جزيل الشكر. شكرا ليك يا كابتن احمد، نشوفك ان شاء الله، وبحب جدا حضرتك بتكون قبل مباراه مهمه او بعد نصر من مباراه الحمد لله تقيله، فيا رب دايما يا رب ان شاء الله. هنروح فاصل وكريم هيرجع مع حضراتكم، هتنورنا دكتور دينا سعود وملف مختلف في ملف الصحة. أنا أروح بقى يعني مش هروح، احنا هنروح فاصل وكريم هيرجع، نشوفكم بكرة إن شاء الله وحلقة جديدة.